موجز لأهم الأنباء من منصة دنيا، أهلا بكم. يفتتح معرض الجزائر الدولية اليوم الاثنين طبعته 55 بقصر المعارض بمشاركة نحو 700 عارضا جزائريا وأجنبيا يمثلون حوالي 20 بلدا تحت شعار جسور التبادل وفرص الشراكة والاستثمار. يشرف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني على افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري التركي الذي ستنطلق فعاليته اليوم بمشاركة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولا مناصفة مع مدرائه الأتراك. تسبب حادث مرور وقع اليوم الاثنين بدائرة المنصورة بتلمسان في وفاة شخص وإصابة 40 آخرين، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. اقتحمت قوات الاحتلال اليوم باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة ونفذت جولات استفزازية وفرضت قيوداً على دخول المصلين الفلسطينيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.